مناجاة. إلهي، هل يرجع العبد الآبق إلا إلى مولاه؟ أم هل يجيره من سخطه أحد سواه؟ إلهي، إن كان الندم على الذنب توبة فإني وعزتك من النادمين، لك العتبى حتى ترضى، ولك العتبى إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. يا من إذا سأله عبد أعطاه، وإذا أمل ما عنده بلغه مناه.